سلبا على بطل دوري حتى اللحظه وبيمثل مصر في بطوله افريقيا، ده اللي انا ما بفهموش. انا الخصه لك انت اتفضل، الخص لك في اللي حضرتك تفضلت بيه. هي كان في حمله تشويه الفتره اللي فاتت وتشكيك بالنسبه لاستكمال البطوله او الاهلي هيبقى البطل، وفي تعطيل في مسيره النادي الاهلي. ده اللي انا ملاحظه الفتره اللي فاتت، وحمله التشويه دي مش من فراغ. ما انت كل ما تكون انت ناجح ومتفوق اكيد هتلاقي في حمله عليك. انت لو زيك زي اي فرق الدوري اللي تحت او في النص او حتى ما عندكش الطموح اللي زي عند النادي الاهلي، مش هتلاقي فيه تشويه ولا اي حمله تعطيل عليك. انما انت طالما القطار ماشي انت ما تلتفتش وراك، ومهما يكون في تاثير التاثير ده بيبقى سلبي مش ايجابي، لان النادي الاهلي على تجربتك انت شخصيا كابتن صديق وانت مع الاهلي وانت فزت بثلاث بطولات، لعبت ثلاث مواسم فزت بثلاث بطولات، اللعيبه اوضه اللبس وانتوا جوه الاوضه او مع الجهاز الفني لما بيبقى في اي كلام، فانا عارف طبعا انه زمانكم مختلف يعني يكفي. لا مش مختلف، لا بس اقصد اقول احنا مثلا حجم الضغوط النهارده مثلا اللي بتسببها السوشيال ميديا بس دي ما كانتش موجوده على ايامنا. الضغوطات اكتر من ايامنا بس الاهلي على ايامنا وحاليا الاهلي بيبقى مركز اوضه اللبس او المنظومه مجلس الاداره. انت حضرتك شوف الاحداث الرياضيه اللي في مصر اللي على السوشيال ميديا والقنوات اللي هي اللي زي بيقولوا المعاكسه او اللي ضدك، كل الكلام او كل الاحاديث او كل واحد بيطلع ينقد من اول رئيس النادي الاهلي والمنظومه كلها لحد فريق الكوره لحد مدير الكوره لحد اللعيبه. الاهلي بيفصل وكل ده ما بيأثرش، بدليل المسيره ماشيه ودليل الاهلي متفوق. الاهلي بيرد عملي في الملعب زي ما احنا قلنا في الاول، ان مجلس الاداره بتاعنا مجلس افعال مش اقوال، ما بيتكلموش كتير بس على الارض بيشتغلوا في المنظومه، فتلاقي النجاح مستمر والتوفيق والنجاح حليف النادي الاهلي. فالاهلي ما بيتاثرش، بيفصل اوضه اللبس دي مقفوله. اي مشاكل دلوقتي عشان السوشيال ميديا زادت وفي مشاكل بتبقى على السطح زي ما بيقولوا يعني والناس بتتداولها، بس الاهلي بيبقى طبعا والحمد لله بيسيطر وبيعمل كنترول، بيبقى ملم بالحاجات دي كلها وبنيها في جلسه معينه او في اجتماع او حاجه، لان وارد على كل فرق العالم. بيكهام لما كان في انجلترا اتخانق مع المدير الفني حصل مشكله، بعد ما طلع الموضوع انتهى بعديها على طول، ما فيش حد بيعلق عليه. بس النادي الاهلي عشان صرح كبير ونادي ليه تقله في الشرق الاوسط نادي القرن، اي مشكله صغيره لازم الناس تكبرها. فانا بقول لحضرتك بطمنك من ضمن نجاحات النادي الاهلي ان هو بيفصل الفريق ماشي. حضرتك انا بس متحفظ على المثال بتاع بيكهام ده لما بنقارن بين منظومه كامله يعني مع كامل احترام طبعا لكل القائمين على المنظومه الرياضيه في مصر، لكن انا مش ممكن اقارن منظومه زي منظومه الدوري الانجليزي والانديه الموجوده في الدوري الانجليزي وسائل الاعلام اللي موجوده في الدوري وحاله الانضباط، واهم من ده كله فكره الثواب والعقاب، يعني كل واحد عارف حدوده فين وحدود حريتك اللي بتنتهي عند حدود حريه الاخرين. لكن احنا عندنا هنا الساحه الرياضيه بشكل عام اصبحت غير مقبوله، اوضاع كتيره جدا فيها غير مقبوله وغير مفهومه في نفس الوقت. الدنيا ملخبطه. انا اديت مثال بيكهام ان ده حدث فردي خلاص الموضوع انتهى، اوضه اللبس انتهى. احنا عندنا في اي مشكله بتحصل في مصر الناس بتكبر، احنا ما عندناش مشاكل في النادي الاهلي الحمد لله، حدث بسيط والموضوع اتقفل خلاص. فاحنا بنتكلم في الحاجات الايجابيات. فتره النادي الاهلي متفوق فيها دائما هتلاقي زي ما قلت لحضرتك في حملات كتيره عليه، بس الاهلي بيفصل وقافل على نفسه. الفرقه ان شاء الله ماشيه في المسار اللي هو الجيد والمسار الصحيح، والتفوق ده زي ما قلت لحضرتك مش من فراغ. احنا بنكمل المسيره في الدوري وباذن الله التفوق لينا فرق النقاط البطوله باذن الله 11 بونت على ارض في الملعب ونحسم اللقب اللي زي ما قلت لحضرتك الناس الاول مش عايزين نلعب بطوله الدوري. ما هو الواحد لو بينافسك وبينه وبينك بونت او زيك كتف بكتف عمره ما يقول لك الغي بطوله الدوري، مش لو في كورونا لو في زلازل لان بينافس، انما انت بعيد الغي عشان الكورونا، الغي عشان مش عارف في مشاكل، الغي عشان في اصابات. الناس كملت، انت متفوق برضه بيحاولوا يشككوا. بس الحمد لله البطوله ماشيه وهتتحسم لصالح النادي الاهلي وباذن الله المسيره ماشيه ان شاء الله. اتكلم معاك شويه عن لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. اللجنه دي بيترأسها كابتن فتحي مبروك صح؟ ايوه. وبتضم في عضويتها حضرتك ومعاك نجوم من نجوم النادي الاهلي منهم كابتن ياسر ريان، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن امين عرابي، والكابتن مدحت طه،
ويرأس اللجنه الكابتن فتحي مبروك. اه اللجنه دي متسقه مع او بتشتغل بالتنسيق مع قطاع الناشئين ولا